لا شك نعيش مرحلة من الفتن، ومن أخطر الفتن تغيير المفاهيم وتزوير الحقائق وتزوير حقائق التاريخ، ثم إقناعك بعد ذلك أنها هي الحقيقة، ثم بعد ذلك تعاقب إذا خالفت الحقيقة المزورة لأنك ترفض أن تعترف بالتزوير. ومن ذلك ما يمكن أن يكون من مع تغيير المفاهيم وتثبيت مفاهيم باطلة في العقول لتثقيف الناس بها، ما يمكن أن يكون من إحداث وبدع في الدين أيضا لتمرير مفاهيم أخرى. لذلك يروي الإمام أبو داود بسند صحيح عن معاذ رضي الله عنه من قوله، يقول معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، أو كما يقول الراوي عنه: كان إذا جلس قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. ثم قال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. طبعا المال اليوم تشترى به الذمم، تحرف به المفاهيم، تزور به حقائق التاريخ، يسوق الإعلام الكاذب إلى آخره. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. وهنا الخطورة في الموضوع، وكله خطير، أنه باسم الدين كيف يريدون أن يحرفوا المفاهيم، باسم القرآن كيف يريدون أن يسقطوا الحقوق، باسم القرآن كيف يريدون أن يوجدوا رموز دينية مضللة إلى آخره. قال: ويفتح القرآن، يعني يصبح متاحا للجميع. وهذا واقع، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والكبير والصغير والحر والعبد والرجل والمرأة. يقول معاذ رضي الله عنه: فيأخذ المنافق القرآن فيقول: ما لي للناس لا يتبعوني وقد أخذت القرآن، أنا عالم بالقرآن، لماذا لا تتبعوني؟ فيقول: ما هم بمتبعية حتى أحدث لهم ضلالة. يعني يبتدع شيئا، شيء خطير، شيء غريب، شيء زخرف القول يجذب الناس إليه، يروجه عليهم: ما هم بمتبعية حتى أحدث لهم ضلالة. فيقول معاذ محذرا من مثل هذا الوضع: إياكم أو أحذركم زيغة الحكيم. يعني حتى العالم المؤمن أحيانا في خضم هذه الفتن المتلاطمة قد يزل زله. فمعاذ حتى من هذا يحذرنا: أحذركم من زيغة الحكيم. لكن يقول: ولا يثنينك، يعني لا تأخذ من هذا الرجل الحكيم موقفا حاسما جازما مفاصلا تقاطعه، ترفضه، تتهمه في نياته، لا، هو قد يكون أخطأ في ذلك. وإن للحق نورا، فإذا جاء آخر منافق أو غيره ألقى الكلمة فكيف تميز إن للحق نورا؟ فيسألهم أحدهم: وكيف إذن أعرف أن ما قاله الحكيم هو من زيغه وليس من هديه؟ فقال: إياك والمشتهرات، أو قال المشتبهات، التي يرفع الناس لها رأسهم فيقولون: ما هذا؟ وأنت ترى ذلك واقعا، أن بعضهم قد يقول قولا كذاك الذي وليس هو من الحكماء في شيء، قال: ديروا بالكم، المسجد أقصى ليس الذي في فلسطين، المسجد أقصى هذا الذي في الطائف، ويريد أن يروج علينا تاريخيا هذه الأكذوبة، كما أنهم حاولوا أن يروجوا علينا أكذوبة أن مملكة سليمان، أو مقولة أن سليمان كان مملكته كانت في القدس، أو أنه بنى هيكلا في أرض القدس، من أكاذيبهم. فإياك وزيغة الحكيم التي يرفع الناس إليها رأسهم فيقولون: ما هذا؟ أقول نسوق هذا النص عن معاذ بن جبل، وكأنه يعيش، ولا شك هو يستلهم من أنوار النبوة في النهاية، هو لم ينسب هذا النص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ترى فيه أنه مما يستلهمه من أنوار النبوة صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء المرسلين. إذن كيف نحصن أنفسنا من فتن المال التي تلعب بعقولنا وأفكارنا وواقعنا وحياتنا؟ وكيف نحصن قلوبنا
قلوبنا وعقولنا من فتن تلعب بنا أيضا باسم الدين وباسم القرآن، وتارة يضل بها حكيم أو يخطئ بها حكيم، وتارة منافق يتزيى بزي الدين. فنسأل الله أن يحمي هذه الأمة وأن يعيننا على أن نحصن أنفسنا وأبناءنا وأن نحمل هذا القرآن، إذ لا منهج للتحرير إلا من خلال هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين.